معانا مكالمة من أستاذ محمد عمر، مسؤول التطوير في أحد المدارس في الصعيد. ازيك يا أستاذ محمد؟ السلام عليكم استاذ اسامه، ازيك يا ازيك فندم؟ حضرتك؟ وصاحب طبعا قناة تقنيات تكنولوجية. ايه أخبار، ايه الجديد؟ الله يخفي. الله يخليك يا فندم. التصريحات الوزير الأخيرة بخصوص موضوع حصلت مشكلة للطالب أثناء الامتحان، هو يقصد بيها إن في طلبة كتيرة والسيستم أصلا مش هيقع ولا الكلام ده كله، ماشي، لأن بس في ليه حالة التخويف التجربة يعني؟ ليه الأولى التخويف يا استاذ محمد؟ هو خايف إن الطالب يجي مثلا تحصل مشكلة في التابلت، التابلت يعني يتكسر، تحصل أي مشكلة تقنية، الكهرباء تقطع كده يعني، فهو خايف من حاجة زي كده. فهو بيقول لو حاجة حصلت بالنسبة للتابلت ده نزل الطالب جدول يا وفيه استاذ مشكلة محمد، تقنية، ده منزل جدول. أيوة الجدول تاني بالنسبة لو في حاجة حصلت للتابلت للطالب خارجة عن إرادته. يعني إيه خارجة عن إرادته؟ أنا راح المدرسة والتابلت بتاعي وقع اتكسر، تمام. ما هروح أمتحن إزاي؟ التابلت بتاعي اتسرق، طيب فاهم؟ لو فعلا السيستم وقع من الطالب، هيخش امتحان؟ لا هو السيستم مش هيقع، ماشي، افرض مثلا، امال هو بيخوف الطلبة ليه والناس كلها خايفة ليه؟ هو ما بيتكلمش على السيستم، ما ممكن الطالب يجي الامتحان من غير تابلت، يقول لك التابلت بتاعي وقع اتكسر، التابلت بتاعي اتسرق، ايوه، هنعمل معاه ايه؟ مش ممكن الطلبة تعمل كده؟ ممكن، ليه لا؟ تمام، والطالب اللي بيحفر حفرة نفسه بيقع فيها، صح؟ ايوه ده حقيقة. تمام، فالطلبة اللي هتعمل كده مثلا وعايزة تمتحن ورقي، خلاص يا باشا انت تمتحن 4 مواد في يوم، يعني هو صعبها لك بعد كده بحيث انت متفكرش في الموضوع ده نهائي. والله عندنا نفكر ونعد انا على عندي طالب التانية ثانوي قمة الاستهتار وقلة الأدب. طول. انا اخصائي تطوير في المدرسة، تمام، انا امتحان التجريبي بتاع تانية ثانوي، تمام، الطلبة نسبة الحضور ضعيف، يعني مفيش التزام ومفيش حضور ومفيش خوف ومفيش مسؤولية أصلا، الطالب نفسه مش خايف على مصلحته. ما هو من اللي بيجربه. ما هو السيستم بتاع المنصة ديت شغال على السيرفر الداخلي ما بيقعش. ما بيقعش. أنا تمام. بقول للطالب تعالى بالتابلت بتاعك، وصل التابلت على الشبكة بتاعتك وامتحن زي الطلبة، بحيث لما بتيجي في امتحانات آخر السنة تبقى أنت عارف الدنيا ماشية إزاي، والتابلت بتاعك سيستم على الشبكة بتاعة المدرسة. طب أنت ما جيتش الامتحان ومستهتر، تيجي لي في يوم الامتحان تيجي تقول لي أصل المنصة مش نازلة عندي على التابلت، أصل التابلت مش راضي يربط بشبكة المدرسة، يبقى ده عيب مين؟ لا طالب طبعا. عيب طالب مستهتر مش عايز يحضر، تمام؟ بقول له تعالى جهز التابلت بتاعك عشان هتمتحن عليه. طب في طلبة جاية قالت لك إن التابلت بتاعي مش معايا، اتسرق، التابلت بتاعي وقع اتكسر، هتعمل له إيه؟ هتضطر تمتح له بقى ورق. هتعمل له محضر إثبات حالة اللي هو حصل معاه 1 2 3، ويمتحن بقى ورقي بعد كده. بس هو بيقول النقطة دي عشان خاطر النقطة دي، لكن سيستم يقع مش هيقع، وانا السيستم مش بشكرك هيقع. على التوضيح الجميل ده، وده فعلا يستاهل ان احنا نوضحه، ان هو فعلا السيستم مش هيقع، بس هو برضه ايه، عشان اللي ينسى التابلت بتاعه اللي يعمل حاجة يبقى عارف ان في عقاب. هو اللي بيحط حاجة لازم يحطها من جميع النواحي، يبقى مخلي باله من جميع الجوانب كلها، لمم الدنيا كلها. فهو ليه حط الاحتمال ده؟ ما الطلبة انت اصل ده طالب ثانوي عام مش طالب جامعة يا راجل، لا يعني مش التفكير بتاعه. لا خلاص بقى، يعني احنا كبرنا. فانت رايح الامتحان، انا مش عايز امتحن تابلت، مش همتحن تابلت مثلا، هقول لك التابلت بتاعي حصل فيه مشكلة، التابلت بتاعي اتسرق مني، التابلت بتاعي الشاشة اتكسرت، التابلت بتاعي مش معايا، طب هتعمل له ايه؟ ايوه، هتعمل ايه انت في الموقف ده؟ هتجيب له تابلت منين؟ ما فيش تابلتات بديلة ولا احتياطية.
فانت خلاص هتعمل له محضر بالواقعة اللي هو التابلت بتاعه فيه مشكلة والكلام ده كله، ويمتحن ورقة. يجي بقى يمتحن ورقة، يمتحن 4 مرات في اليوم. هو أحسن له اللي هو يلتزم ويحضر الامتحان. ايوه، بس الطلبة تانية سنة وفي امتحان تجريبي في مع المواد المضافة، المواد غير المضافة قصدي، يعني المواد الغير مضافة يمتحنوا تانية سنة في نفس اليوم المواد او الغير مضافة يجرب امتحان يجرب تجريبي. يشوف الدنيا ماشيه ازاي. ليه هيخلي تانية سنة وتانية؟ عشان نسبة الحضور كانت قليلة. يقول لك استعداد للامتحانات نهاية العام هنعقد امتحان تجريبي لطلاب تانية ثانوي عشان نسبة الحضور كانت قليلة خلال الأيام التي تعقد فيها المواد الغير مضافة للمجموع. يعني في نفس اليوم المواد الغير مضافة للمجموع هيعقد فيها امتحان إلكتروني تجريبي للطلاب الصف الثاني الثانوي. ايوه، طبعا ده للتأكد من نسبة إمكانيات التكنولوجيا الخاصة الامكانيات بالتابلت وتوصيل والحضور والسيستم. الحضور وتوصيل الشبكة بالنت وإعدادات التابلت والكلام ده كله. طب ده كله دوت مش محتاج، بيحتاج مجهود. يعني اللي بيحط الامتحان ده أو الخبير التكنولوجي اللي بيحط الامتحان ده وبيرفعه على السيستم وبيعدي الامتحانات ده كله عامله عشان خاطر مين؟ مش ايوه، عشان، مش خوفا على مصلحة الطالب. مش هو يعني هو مش نتمنى يا كل استاذ محمد، ما والله نتمنى ان يكون فعلا ده حقيقة ويكون خوف على الطالب وخلاص. وانا هو عمل جدول مسائل للمدارس ما هو لسه الخاصة. حالا دلوقتي في طلبة بعتين لي بتقول هل فعلا امتحانات تأجلت 30/5؟ يا جماعة الجدول اللي نزل ده جدول لو حد حصل له أي مشكلة في الامتحان. لا ده الجدول اللي نزل التاني ده لو في اي أي مشكلة في التابلت بتاعك السرق وقع اتكسر منك قبل الامتحان، حصلت لك مشكلة أيوة هتمتحن الجانب المقالي وجانب الاختيار المتعدد، هتمتحن ورقي لكن بعد الامتحانات. ده لو حصلت مشكلة في ده التابلت، الكلام ده لو حصل مشكلة. مشكلة في التابلت. لكن اللي يقصد بقى مشكلة في التابلت مش السيستم، مشكلة زي اللي قلت لحضرتك عليها. أيوة، فهمت. انا راح اللجنه التابلت بتاعي وقع اتكسر، اعمل ايه؟ انا هسقط مثلا؟ لا، بذكر المشكله بتاعته طب تمام، وانا بشكرك على بس. التوضيح الجميل ده، وشكرا للاستاذ محمد عمر، راجل العفو، مسؤول التطوير وفي نفس الوقت صاحب قناة تقنيات تكنولوجية. شكرا لك يا استاذ محمد، العفو، مساء شكرا فعلا، سلام، مع السلامة. عفو، سلام. ليه بنصحكم تحملوا تطبيق اجيال اندلس؟ لان تطبيق اجيال اندلس اخبار تعليميه مراحل التعليم كلها، ابتدائي اعدادي ثانوي، بالاضافه اللي فيه مكتبه تاريخيه، مكتبه دينيه، في الصحه والجمال، في برضه كمان عندنا الطبخ، في قسم خاص بالمطبخ. على العموم تطبيق اجيال اندلس تطبيق شامل، حملوه ومنتظر تقييمه. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.